سمعت شي اخبار كتروج على الناس اللي استعملوا الكول ومشاو يديهم تحرقوا وداك الشيء. انا جو تخوف سا بيزار. علاش؟ لحقاش ديجا ممكن، انا ما نقدرش نقول لك ماشي ممكن، انا ما عمرني شفت حاله زعما اون ديريكت هكا وقع لها، ولكن ان هذاك الديزانفيكتون اللي تنديرو، اولا خاصنا بعدا عافاكم ناخذوا ديزانفيكتون اللي تيكون اي ريبون اون نورم، سافادير ما بعد مرات كنلقاش الكلمات العاميه، اي ريبون اون نورم يعني ماشي شي حاجه غنخلطوها في دارنا وصافي وهي ولات ديزانفيكتون، حيت الناس بداو كيخلطوا الخل الكول، بداو تيخلطوا بزاف الحوايج ما خصهاش تخلط. ناخذوا ديزانفيكتون اللي تيتباع في لافارماسي، اللي مصدق عليه، اللي معروف انه ما عندوش اضرار. وثانيا ان هذاك الكول راه دغيا تنشف، يعني حنا ملي تنمسحوا به يدينا راه ميم با اون مينوت تلقاه نشف، ابري تي بو تو فير. هادشي اللي كاين. عاوتاني بالنسبه لي ماسك هضرنا عليهم، ان كاينين جوج ديال لي تيب ديال لي ماسك. الماسك اللي هذاك العادي راه ما كيقيم حتى شي حاجه، ولكن غتخليو وتاخذوا ان سول ماسك، كل واحد ياخذ ماسك واحد يخليه عنده. انا من بعد غنشرح لكم علاش. بالنسبه لي ماسك لي سبيسيال اف اف بي 2 اللي كنستعملو حنايا، عافاكم هذوك راه ماشي اللي كيستعملوهمش الناس العاديين في الزنقه، كيستعملوهم الاطباء والممرضين اللي عندهم تواصل مع المرضى. يعني نتوما كناس عاديين تدور الزنقه ما ديروش ماسك، ما عندكمش علاش ديروا ماسك. ماسك واحد غتخليوه عندكم في الدار. علاش؟ الا شي واحد حس براسو بدات كتجي لك حبه، ولا حس براسو ديفلوبا الاعراض ديال المرض، ولا شك غير شك غير بدا كيكحب ولا شي حاجه، يدير الماسك باش ما يعاديش ناس اخرين. سي تو، هذه هي الحاله الوحيده اللي غنستعملوا فيها. لي غون كنا في الاول كننصحوا شويه باش الناس يستعملوا غون الا كانت شي حاجه فريمون يقيسوها مشكوكه ولا هذا. مؤخرا جاتنا اعلان، جانا بلاغ من منظمه العالميه للصحه من لو ام اس اللي كيقول بان با دو غون، ما تستعملوش لي غون نهائيا. اولا لان الفيروس ملي كيتوضع على الايدي كيبقى مده قليله، كنمشيو نغسلو يدينا مزيان كنديروا ديزانفيكتون مشى. ملي كنديروا لي غون، فاحنا اصلا لي غون كنتعاملوا معاهم، انايا شفت الناس كيفاش كيتعاملوا مع لي غون، كيمشيو يتقداو بهم، كيتعاملوا معاهم عند دوك لي غون كيوليو بحال هما يدينا، قيسوا بهم جينا، قيسوا بهم اي حاجه، نعطسوا فيهم، كحبوا فيهم، كيجمعوا لي فيروس ان دوغري انكرويابل. يعني لقاو بان دوك لي غون هو اسهل طريقه باش نقدروا نتعاداو بالفيروس، وكيشدوا الفيروس مده طويله ساعات عكس الايدي، وما كنقدروش نغسلوهم. دونك كتبقاو بيهم نهار كامل. انا شفت من كاين خدامي اللي كانوا فرقوا عليهم لي غون باش داروهم في لي كاس وداكشي، شوز كي ني با ريكوموندي، ما خصهاش تكون. نخدموا بيدينا، وملي نكونوا خدامين بيدينا ما نقيسوش لا عينينا لا فمنا لا نيفنا باش ما نهزوش الفيروس. كل مره قصنا شي حاجه نمشيو نغسلو يدينا مزيان، نديرو ديزانفيكتون، اسهل طريقه باش نحميو الناس. شنو عاود ثاني هضرنا؟ حاجه اللي كتروج دابا، حنا كنحاولوا نهضروا على المواضيع داكتواليتي، يعني الاسئله اللي كتروج عند الناس هما اللي كنحاولوا نجاوبوا عليهم لا غير. اللي كيروج دابا هو الدواء، الادويه. خرجت وزاره الصحه بعده بلاغات اللي كتقول فيها نفس الشيء، ان الادويه متوفره دابا في المغرب وغادي تبدا تعطى في المستشفيات، انه فعلا كاين دواء اللي تبدل الفعاليه ديالو وغادي يبدا تعطى في المستشفيات، ولكن كاين نقاط مهمه خاصه يعرفوها الناس. هذا الدواء اولا كيتعطى خاص بالمستشفى، ما كيتعطاش حتى سو اوردونونس، نمشي نكتب انا نيت اوردونونس ويمشي شي واحد للفارماسي ما غاديش ياخذو، كيتعطى في المستشفى. علاش؟ لحقاش هاد الدواء ما كنعطيوش لجميع المرضى، كاين دي كابريسي اللي غيتعطاو فيهم وفي واحد الفتره معينه، وخصو يكون تحت مراقبه مستمره ومشدده في السبيطار، حيت عنده مضاعفات واضرار جانبيه. هاد المضاعفات خصو ضروري يكون تحت المراقبه باش اننا نقدروا نرياجيو فاش تبان لنا شي مضاعفات، الاطباء كيعرفوا يتكلفوا بها. هادي من جهه. من جهه ثانيه خصنا نعرفوا بان هاد الدواء كانوا ناس اخرين تياخذوه على قبل امراض مزمنه، امراض روماتيزم ريماتويد وامراض اخرى.
هاد الناس اللي عندهم هاد الامراض الاخرى اشنو وقع؟ كان في الصيدليات وقع واحد الضجة على هاد الدواء فاش كانت خرجت الاشاعات الاولى انه راه الدواء غيداويتو. مالوغوزمون عاوتاني نفس المشكل ديال لي ماسك ونفس المشكل ديال هادشي، الناس تكبوا على الصيدليات اللي متبعين هاد الامراض، ولا اللي ما متبعينوش غاديين تاخذوا هاد الدويات وما بقاش هاد الدواء الصيدليات. سكيفي هاد الناس ولاو تيعانيو حيت هاد الناس عندهم هاد المرض مزمن بحال السكر بحال طونسيون، هو مرض مزمن روماتويد خصهم هاد الدواء. سكيفي ولاو كيمشيو لافارماسي ما عندهمش ما ياخذوا هاد الدواء وهو مهم ليهم، ما خصهمش يحبسوه. وزارة الصحة علنات أن اللي كيتبعوا كياخذوا هاد الدواء العلاقة بالمرض المزمن فهو غادي يبقى متوفر في الصيدليات الجهوية. الصيدليات الجهوية يعني كل واحد يمشي للسبيطار اللي تابع ليه ويسول الصيدلية اللي كاينة وغادي يعطيوه الدواء غراتويتمون.